أهلا بكم في حلقة اليوم نتناول أبعاد ودلالات تحذير الدرك الوطني في تقرير له من الغليان الاجتماعي في الجزائر لأول مرة بشكل علني كما تقول صحيفة الخبر الجزائرية. على صعيد متصل وفي تصريح مثير للجدل وتساؤلات عن مواقفها المتقلبة، قالت لويزا حنون زعيمة حزب العمال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست أولوية بالنسبة إلى حزبها. وأكدت حنون أنه من غير المعقول الذهاب إلى انتخابات في وقت تعيش فيه البلاد حالة تشبه الحرب، وقد حذرت حنون من انفجار اجتماعي تراه وشيكا. صيف ساخن وأجواء مشحونة تنذر بغليان شعبي وخريف غاضب. الجزائر تعيش على صفيح ساخن، هكذا قرأت الصحف الجزائرية معطيات أوردها تقرير صادر عن قيادة الدرك الوطني حول حصيلة الاحتجاجات الأمنية الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري. تقرير الدرك الوطني سجل وقوع حوالي 430 حادثا يتعلق بالأمن العام خلال الثلاثي الأخير في مختلف ولايات البلاد، أي بمعدل 5 حوادث في اليوم. ورغم أن الرقم يظهر انخفاضا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن مختصين في الشأن الاجتماعي يرون أن تفاقم وتراجع الاحتجاجات الاجتماعية مرتبطان بالسياسة العامة للدولة وليس فقط بالوضع الاقتصادي. جبهة اجتماعية مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل تمدد عدوى الاحتجاجات إلى مختلف فئات المجتمع نتيجة حزمة التدابير التقشفية المطبقة في قانون المالية للسنة الجارية، والتي جاءت في شكل ضرائب جديدة ورفع أسعار المواد الاستهلاكية ووقف التشغيل في الأسلاك الحكومية، وحتى مشروع نظام جديد للتقاعد، ما قد يحولها إلى فتيل يهدد استقرار البلاد. تقرير جهاز الدرك الوطني دق ناقوس الخطر ونبه إلى هشاشة الوضع الاجتماعي وخطورة السياسات الحكومية على استقرار البلاد، لا سيما في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. التقرير أشار إلى أن المواطنين لا يزالون يعبرون عن سخطهم احتجاجا على مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بحياتهم اليومية، إما باللجوء إلى التجمع عبر الطرقات والشوارع، وإما بشن الإضرابات، وهي إشارة واضحة لاهتزاز ثقة المواطن في مؤسساته، الأمر الذي يطرح بقوة مسألة صلاحيات تلك المؤسسات في التكفل بانشغالات السكان وافتقادها للشرعية الشعبية والتمثيلية، لأن الانتخابات تحيط بها شبهات التزوير ومصادرة أصوات الناخبين، مما يجعلها تفشل في أول تعامل مع الشارع وتظهر عجزا في إقناع المحتجين بالعدول عن غضبهم. تقرير جهاز الدرك الوطني الذي يحمل تحذيرا رسميا من انفجار اجتماعي وشيك، سبقه تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نشر منذ أشهر، وجاء فيها أن عدد الاحتجاجات في الجزائر تجاوز سقف 14,000 احتجاج سنويا بسبب غياب العدالة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة وأزمة السكن وتردي الخدمات الصحية والتعليمية. التحذيرات من وضع اجتماعي متفجر في الجزائر لا تقف عند هذا الحد، بل إن لويزا حنون زعيمة حزب العمال ذهبت أبعد من ذلك وقالت إن البلاد تشهد حالة تشبه الحرب، متسائلة عن فائدة تنظيم انتخابات تشريعية بدأ التنافس مبكرا على تقاسم الأدوار فيها بين أحزاب لا يهمها إلا الاستحواذ على أكبر قدر من الامتيازات ومن مقاعد البرلمان، متناسية هموم المواطن وأزماته الكثيرة التي تتفاقم كلما انخفضت أسعار النفط. وفي ظل فراغ الخزينة وعدم توفر الأموال الكافية لاستيراد الغذاء ودفع الرواتب، فإن الجزائر كما يقول خبراء تتجه نحو ندرة المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، أو نحو سيناريو شبيه بما يجري في فنزويلا التي بدأ الجوع يتسلل إلى بطون مواطنيها. وأمام غياب الحلول في الأفق، هل تكفي الحلول الأمنية في فض الاحتجاجات بدل الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية؟ وهل تسلم الجرة هذه المرة؟
تقرير صابر أيوب لمناقشة هذا الموضوع. معنا بداية عبر خدمة سكايب من الجزائر صالح دبوز، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. أستاذ صالح دبوز، ما رأيك في دلالات هذا التقرير للدرك الوطنية الذي يحذر من خطورة الوضع في الجزائر والغليان الاجتماعي، بركان حتى اجتماعي كما وصفته صحف جزائرية في بيان علني؟ مساء الخير، شكرا على الاتصال. في الحقيقة هذا بيان تاع الدرك الوطني، نحن أصبحنا يعني نخاف من كل المعلومات اللي تبعثها السلطة، لأنها عودتنا على يعني أنها ليست ذات نية حسنة. فأنا في بكل صراحة هذا يحيلني إلى سنة 88، أحداث 88 علمنا بعد ذلك أن تم التحضير لها من طرف دواليب السلطة لاحتوائها، لأن السلطة عندها ما يكفي من أجهزة استخباراتية للاستشراف لأن تعرف أن هناك خطر لا بد قادم فتستعد له، وعوض أن يعني تؤطر بطريقة كيفاش نقولوا احنا يعني نايف اوبجيكتيف مو موضوعية هذا الحراك الاجتماعي والوضع المتأزم الذي أصبحت السلطة لا تستطيع أن تتحكم فيه، فهي تحاول بنوع من سوء النية، حتى ما نستعملش كلمات أثقل من هذه، أن تستدرج المجتمع إلى الحراك اللي راهي تشوف فيه قادم، حتى يعني بور لافورتي يعني باش حتى تجهضه وتستولي كذلك على الوضع بعد ذلك لإعادة توزيع الأدوار فيما بين من صنعوا هذه الأزمة. ولهذا هذه كلمة حق، ولكن لا ندري ماذا يراد بها. ربما الذي يستمع إليه قالوا يقول أليس هذا التحليل، هذه المقاربة مغلة في نظرية المؤامرة؟ يعني ترى بأنه هذا التحذير من الدرك الوطني يشبه ما حدث في الثمانينات، جناح من السلطة هو كما يتردد من حضر من دفع من أجج، وحدثت اضطرابات أكتوبر وهذا الصيف، الجزائر مقبلة على خريف حتى غضب مثل ما تقول صحف جزائرية، ولكن أليس هذا إغالا في نظرية المؤامرة؟ لا، هي مؤامرة داخلية، مؤامرة من داخل السلطة، مؤامرة السلطة على الشعب. ونحن لا نقول أن السلطة ستفتعل أحداث، ولا أوافق لما يقال أن أحداث أكتوبر مفتعلة من طرف السلطة. نحن نقول أن السلطة لديها من الأدوات ما يكفيها باستشراف وبتوقع ما سيجري، وتعرف جيدا أن الشعب لن يسكت على حجم الأزمة التي وقعت عليه. الشعب الآن مريض وجيعان ويعني مرمي في الشارع ولا يجد حلولا لمشاكله، والسلطة لا تستطيع أن تقدم له أي حل. وتعرف جيدا السلطة تعرف جيدا أن الانفجار وشيك، ولهذا أنا من الذين يقولون أن لما السلطة ترى أن الانفجار وشيك فهي تستعجله بعد الشيء حتى تجهضه. طيب. وتضع نفسها مع تغيير الأدوار شيئا ما موضع الذي سينتقد جزء من السلطة، ستنتقد جزء آخر، وربما سنرى بعض الأشخاص في السجن وسيحملون تبعات هذه الأزمة الخانقة التي أصبحنا نعيشها، وندرك أننا نعيش الأزمة، وندرك تماما أن هناك مسكنات ستنتهي بعد قليل. طيب. بعد حين، وهي ما بقي من احتياطي الصرف، والسلطة تدرك أكثر من أي شخص أو من أي طرف آخر. طيب، خليك معنا. غير قادرة على تأطير المجتمع وغير قادرة على تقديم الحلول، وهي لا تحسن إلا تقديم المشاكل. طيب. اصطناع الأزمات يعني لتأجيل الانفجار، ولكن لما تجد أن الانفجار لابد منه فهي. طيب. تحاول
كما قلت تجهضه. طيب شكرا، ابقى معنا استاذ صالح دبوس، يبقى معنا ينضم الينا في النقاش من الجزائر طاهر بن بعيبش رئيس حزب فجر جديد. ما رايك طاهر بن بعيبش فيما يطرحه صالح دبوس؟ يرى في هذا التقرير التحذيري من الدرك الوطني يعني وراءه انما يعني يذكره حتى باجواء ما قبل اكتوبر 88، ما رايك؟ ام انه تقرير وان كان لاول مره علني الدرك يحذر سلطات من خطوره الوضع في الجزائر يعبر عن واقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا على الدعوة وتحية لكل مشاهدي قناة المغاربية. بالنسبة لي يعني كما أرى الوضع، هو أنا بالنسبة لي نتيجة لمسألة سابقة، وأن الوضع في البلد الآن وصل إلى مراحل متقدمة يعني من التعفن، والسبب في ذلك راجع لطبيعة السلطة في الجزائر، أن المشاكل الآن في الجزائر هي أقوى من هذه السلطة، وأصبحت الجزائر يعني تعيش بالصدفة، وما فيش قوة في داخل السلطة ولا أي جهة باستطاعتها أن توقف هذا الغليان وأن توقف هذا التصعيد الآن، لأن كل الظروف الاجتماعية تساعد على هذه العملية. فالتحذير بتاع الدرك الوطني في رأيي هما من خلال استقرار الوضع ومعيشين يعني الشرطة والضرب في مواجهة هذه المشاكل يوميا، وبالتالي لديهم معطيات يعني على المستوى الوطني والحراك اللي وقع على المستوى يعني كل الولايات. فبالتالي هذا التحذير بالنسبة لي يظهر من تحذير طبيعي، وأن البلد راهي مقبلة يعني على هزة كبيرة لعدة أسباب، لأنه ما فيش نظام قطري يواجه المشاكل اللي تحكم البلاد. ايش بدائل مطروحه؟ ما فيش برامج استعجاليه لمواجهه الوضع الاجتماعي، زياده على التقارير اللي نتبعها من المؤسسات الدوليه وحتى الخبراء الجزائريين، بان الجزائر مقبله على وضع صعب جدا، يعني وضع اجتماعي واقتصادي، وحتى يعني كما تنبأ لبعض الدراسات يعني الشعبيه ان الجزائر تسير نحو الافلاس. فبالمقابل ما فيش قوة داخل البلد، ما فيش يعني نظام بالمفهوم العام اللي قادر يواجه هذه المشاكل، لأنه الآن اللي يقدر يواجه هذه المشاكل في البلد لابد من أن يكون نظاما قويا منسجما نظيفا بعيد عن كل الاتهامات، حتى يخاطب الشعب بلغة الصراحة ويعمل على أساس توعية الشعب الجزائري لمواجهة السنين العجاف القادمة. بالنسبة لي، لأن هذا النظام الآن بعد ما صرف كل الأموال يعني اللي وصل البلاد الإفلاس، هو الآن باقي ينزع ويتخبط في مشاكل ويعمل يعني بقدر ما يستطيع كيفية تدوير هذه المبالغ المتوفرة الآن عنده، ويترقب صعود سعر البترول، وصعود سعر البترول يظل حسب الخبراء وحسب المعطيات المتوفرة بعيد جدا خلال 3 سنوات او 4 سنوات يستحيل ان البترول يعود لما كان عليه. ولهذا فهي نتيجه، انا ارى انه ما تعيشه البلاد هي نتيجه لغياب سلطه فاقده للشرعيه، فاقده يعني للنظره المستقبليه، وهي تتخبط المشاكل. واخطر من ذلك انه التصريحات داخل السلطه نفسها، في تصريحات متناقضه تماما، يعني تصريح وزير لا يشبه اي وزير، وتصريح وزير الاول مرات يقول احنا رانا في مأمن، ومرات يقول الوضع خطير، والناس تتابع يعني هذه التصريحات المتناقضه. واحنا رانا عايشين بتعاقب الليل والنهار، ننتظر دائما الجديد، والجديد يعني ما الجديد يعني بيكون من اللي صنع الشعب الجزائري يظهر ليس يعني قريب يعني بشتى الامور كما هي. طيب ابقى معنا طاهر بن بعيبش لو سمحت، انضم الينا في النقاش محمود راشدي الامين العام لحزب العمال الاشتراكي. سيد محمود راشدي، ما رايك في تحذير الدرك الوطني عن خطوره الاوضاع الاجتماعيه ومن بركان اجتماعي تعيشه الجزائر؟ مساء الخير. مساء النور. يعني في الحقيقه ما جاء على لسان أو في بيان الدرك الوطني ما هو إلا يعني
وصف الى حد ما للاوضاع الاجتماعيه للاحتجاجات الاجتماعيه في الجبهه الاجتماعيه في الجزائر. ولكن الشيء الاول اللي لازم نقوله بان المساله ليست في ذهاب القول رانا امام انفجار او ليس امام انفجار، هذا كما يقولوا الضغط سيولد الانفجار بصفه معروفه. ولكن لازم نذكروا بان كل هذه الاحتجاجات خاصه على مستوى المطالب الاجتماعيه اللي يعني تفاقمت، وهذا ما جاء في بيان البنك الوطني، هي في الحقيقه احتجاجات عرفتها الجزائر، يعني هذه الزياده في الحقيقه بالك هي موجه جديده نتاع الاحتجاجات بعد الاحتجاجات اللي عرفناها في 2011 و2012، وهي في الحقيقه نتاج لسنوات وسنوات من الاختيارات الاقتصاديه والاجتماعيه الليبراليه الراسماليه في الجزائر، اللي كما تعرفوا صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبطبيعه الحال يعني القوى الراسماليه العالميه راهي تفرضها على في المعاملات الاقتصاديه والسياسيه نتاعها. وما يسعني ان اقول هو ان الوضع المتفاقم على المستوى الاجتماعي ونتيجه الاختيارات الاقتصاديه الاجتماعيه الليبراليه اولا، واللي جعلت القدره الشرائيه مثلا تتدهور، مثل شفنا في بدايه السنه مع قانون الماليه الى اخره، زيادات في الكهرباء في البنزين في الغاز الى اخره، وشفنا ايضا سياسه نقديه جعلت الدينار تتدهور قيمته الى درجه خطيره، وهذا يعني اثر بصفه كبيره ديجا على القدره الشرائيه خاصه للعمال وللجماهير الشعبيه والبسيطه في الجزائر. ولكن ايضا هذه السياسه التقشفيه اللي يعني مفروضه على على العمال وعلى الشرائح البسيطه في الجزائر، واللي ايضا عرفت تقليص في النفقات العموميه في الهياكل المختلفه، تجميد مشاريع ومرافق عموميه على مستوى كل الوطن تقريبا. وهذا يعني لابد ان تكون له نتيجه، خاصه وان هذا يحدث في وقت يعني كانت فيه الازمه اصلا يعني معروفه بطاله متفاقمه جدا، ازمه السكن يعني كبيره في الجزائر. وهذا يعني ان ما يسمى بالانجازات في السنوات العشر الماضيه واكثر هي في الحقيقه يعني حتى وان انجزت فيها عده مشاريع هذا شيء معروف، ولكن يبقى دون تلبيه حجم المطالب الاجتماعيه في الحقيقه. وكذلك تلك المشاريع مثلا اغلبيه المشاريع الكبرى انجزتها شركات اجنبيه وليس شركات جزائريه، وبالتالي البطاله تفاقمت بمعنى حتى اليد العامله كانت مستورده الى غير ذلك. وايضا شكلت هذه المشاريع المنجزه من بعد كما نعرف للفساد وللرشوه، واذا يعني هذه التراكمات اللي ذكرتها وغيرها ادت بنا اليوم الى هذا الوضع، خاصه وان القوانين الاجتماعيه الجديده هذه مثل الرجوع حول فيما يخص التقاعد، قيمه التقاعد النسبي والتقاعد المسبق، التهديد برفع سن من طرف ارباب العمل اللي اصبحوا يعني ارباب العمل اصبحوا هما صوت رسمي ولا نطق رسمي للحكومه الجزائريه، اصبحوا يعني هما في المركز القرار. وكذلك دعني برك نكمل هذه الجمله، كذلك قانون العمل الجديد اللي المشروع اللي راهو جاي واللي يهدد الحريات النقابيه وحق الاضراب، راح يمدد بالك ساعات العمل، راح يعني يجعل الهشاشه نتاع يعني العقود هذيك المؤقته هي اللي راح تولي يعني اكثر فاكثر قاعده. نحن امام مشروع قانون الصحه راح يقضي على يعني على يعني الصحه العموميه في الجزائر، وخاصه فيما يخص المجانيه نتاع الطب في الجزائر. يعني كل هذه الامور هي في الحقيقه يعني لهذه السياسه اللي البارح ورا البارح وكل ثلاث شهور على كل حال يجي صندوق النقد الدولي ولا ما نعرف الا تبعتوا كيفاش يقولوا الريكومونداسيون التوصيات نتاعهم، يعني رايحه في هذه يعني هذه السياسه هي السياسه اللي راهم يحبوا يفرضوها ويحوزوا في الحقيقه يفرضوا التقشف ويفرضوا يعني هذا تفاقم هذه الازمه على العمال وعلى الجماهير الشعبيه في الجزائر. وفي نفس الوقت قانون الاستثمار
يمد اكثر يعني ياش يقولوا هدايا جمركيه وتسهيلات ماليه الى غير ذلك لارباب العمل. فنحن امام هذا التناقض الصريح والواضح واللي يعتبر خطير جدا، لانه فعلا ينذر بالانفجار الاجتماعي. ولكن الهدف مما اقول هو ان هذه السياسه الليبراليه الراسماليه اللي راهي متبعه اكثر فاكثر طيب. لابد ان توقف. طيب هنا سيد محمود راشدي تحليلك يتقاطع مع ما تطرحه لويزا حنون، يعني وان لم تتحدث، يعني هي لم تتحدث هذه المره عن الامبرياليه العالميه، يعني ماذا عن الامبرياليه الداخليه المحليه التي لويزا حنون، يعني البعض من يتابع خطاب لويزا حنون يتقاطع في تحليلها معك عن هذه سياسه التقشف، و تذهب بعيدا تقول البلاد حتى في حالة حرب والانفجار كما يقولون وشيك يعني. إذا عندنا نفس المواقف، ولكن بعني أنا يعني نتكلم من وجهة نظر حزب العمال الاشتراكي السياسي. طيب عارف ولويزا حنون يعني اللي نحييها تتكلم باسم مواقفها، يعني لازم يطرح عليها الأسئلة إذا كان. طيب ولكن أنا أتحدث عن التوصيف، نفس التوصيف نعم أنا أعرف، ولكن أنا أتحدث عن التوصيف. لويزا حنون قدمت نفس التوصيف. لويزا حنون كانت بينما قبل عامين فقط كانت تتحدث عن مؤامرة، من يرى خطورة الوضع، من يحذر من خطورة الوضع في الانتخابات الرئاسية مثلا. شوف، ونحن نعمل من أجل توافق قوى اليسار، وتوافق أكثر من هذا توافق ديمقراطي يكون معادي ومناهض للليبرالية ومناهض للإمبريالية، لأن العلاقة مرتبطة. ما نشهده على الساحة مثلا الحرية في الجزائر اليوم هو أن يعني هذه السياسة الليبرالية اللي راهي تفرض يعني ما تتماشاش مع الحريات الديمقراطية، يعني لازم المكاتب الديمقراطية اللي جات جابوها الشبان منذ أكتوبر 88، يعني هذا المكاسب رانا شفناها كيفاش يعني كاين إعادة نظر فيها أكثر فأكثر بال يعني طيب. القضاء عليها شيئا فشيئا، لأن الحريات الديمقراطية حق التظاهر، حق التعبير، حق التنظيم، حق الإضراب، حق التظاهر إلى آخره، هو يعني وسائل من وسائل النضال والمقاومة الاجتماعية. وأمام هذا الغلق يعني على المستوى الديمقراطي وفرض هذه السياسة الليبرالية اللي يعني راهي تفاقم في الاوضاع الاجتماعيه نتاع الشرائح الكبرى في الجزائر. طيب يعني في الحقيقه هذا ما طاحش من السماء. ابقى معنا محمود راشدي لو سمحت، الامين العام لحزب العمال الاشتراكي. ما رايك صالح دبوس؟ استاذ محمود راشدي فتح لنا زاويه ايضا تحذير اخطر من لويزا حنون. لويزا حنون تبعد بعيدا، تذهب بعيدا، يعني لا الوضع ليس فقط على غليان او على صفيح ساخن مثل ما جاء في تقرير الدرك الوطني. ترى الانفجار الاجتماعي وشيك، وأن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات، لا يمكن الحديث عن انتخابات تشريعية، والبلد تعيش حالة أشبه بالحرب. ما رأيك في هذه التصريحات لويزا حنون التي طبعا منتقدوها يقولون كانت أمس فقط تقول بأنه ترى بأنه مؤامرة من يتحدث على أن الوضع يحذر من خطورة الوضع خاصة في انتخابات الرئاسية، وقد دعمتها ودعمت الرئيس بوتفليقة وسياساته. أنا أعتقد أن موش مهم جدا الآن باش نرجعوا للتصريحات القادمة، ولكن ما هو أهم من كل هذا أن هناك توافق حول خطورة الوضع وهذا يكفي، وإذا كان فيه توافق حول الأسباب هذا يكون أفضل. الآن تقريبا حتى السلطة راهي تقول بلي الوضع خطير ورا رايحين للانفجار، وإذا حنون قالت هكذا وكثير من الزملاء والرفقاء في المجال السياسي والحقوقي ولا كل النشطاء، انا نقول النشطاء الصادقين اللي صادقين مع ارواحهم، يعني اغلبهم التحليل تاعهم في نهايه المطاف يقول هناك اتجاه نحو الانفجار. الاسباب ما هي الاسباب؟ لا يوجد اي احد عنده كل الاسباب، كل واحد راح يطرح مجموعه من الاسباب، واعتقد ان لما نلموا كل هذه الاسباب سنقترب كثيرا من الحقيقه. لأن الخيارات الاقتصادية والخيارات والسياسة المالية للبلد تشكل سبب أساسي، نعم، لأن البلد عايش على لاروند بتروليير وما عندناش دخل من جهد القيمة المضافة بسبب أخطاء تاع السلطة قديمة جدا، حتى لا نختلف في التوقيت. أنا مثلا احنا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نقول أن الانطلاقة منذ 62 كانت خاطئة،
ولهذا هذه الأخطاء راهي متوالية، والسلطة تتعنت في خياراتها يعني الفاشلة، خلينا هذا الشيء. ولكن الآن ما نعيشه خاصة في هذه الشهور القليلة الماضية هو خلق يعني فاحش ووحشي للحريات، يعني أمر غير معقول. أنا راني نتحدث معك، أنا راني داخل الغردقة باش نمضي على سجل المراقبة القضائية، محامي أشتغل، عندي جلسة نهار الحد، لازم كل أسبوع ندير 1200 كيلومتر. يعني سي ديبيل، هذا شيء يعني والله مقزز ومبكي ومضحك في نفس الوقت. محامي يشتغل أمام يعني في كل يوم راه في محكمة يديروه تحت الرقابة القضائية، وعلمت اليوم ما هو أخطر من كل هذا، أن هذا الشيء صار بأمر من الوالي. يعني الوالي قدم أوامر للعدالة، والعدالة تنفذ أوامر الوالي شفهية. يعني خطير جدا هذا، ما هذا الخلق للحريات؟ وكذلك علمت أن الوالي استشار السلطات العليا للبلد باش يوقف باش يضايق على محامي، وعلمت كذلك أن من مصادر موثوقة جدا أنه قدم تحذيرات في أثناء جلسة عمل تاع المجلس الشعبي الولائي. ولهذا المحامي زاد دار تصريح آخر راح ندخلوه للسجن، الوالي يقرر إدخال محامي إلى السجن ويعيد بأن يعطي أوامر للقضاء باش يقوم بهذا الشيء. هذا الخنق للحريات. أنا لا أريد أن أتكلم على نفسي، هذا مثال يعني بشع أقدمه أمام الرأي العام يعني أبين درجة الارتباك اللي وصلت فيها السلطة إلى أنها أصبحت تجيب محامي متزاير دير له رقابة قضائية في غردايا اللي هي غير مختصة تماما، لأنه يشتغل على من ملفات ويدلي بتصريحات ربما كيديرونج غدوة، كذلك راح يوقفوا ناس واحد آخرين أو ربما راح يديروا أشياء أخرى. ولهذا هذا الارتباك وهذا الخنق لمجال الحريات، أنا أعتبر أن خنق المجال تاع الحريات هو السوسة اللي نخرت المجتمع والسلطة، هي اللي أطلقت أيدي السلطة. أصبحت السلطة يعني عمياء، لأنها لا تستطيع أن ترى من الذي يمكن أن يبين للسلطة أخطاءها. طيب، ولكن حتى بالعودة للمعارضة، يعني الآن أنت تقول أنه الماضي ماضي في مواقف لويزة حنون، هذه المعارضة لم يكن بالإمكان تبيان أخطاء السلطة كذلك، أما الآن لما يقع الرأس الفاس في الرأس، وربما البعض يقول حتى لحسابات كلانية مرتبطة بعصب وغيرها، كما يتهم سعداني لويزة حنون بربطها بالجنرال توفيق وغيرها. الآن تتحدث مثلا لويزة حنون وآخرون عن خطورة الوضع الذي تعيشه وعن أخطاء السلطة التي كانت تمارس نفس السياسة، يعني الآن أصبحت ربما تنفذ أجندات الإمبريالية العالمية وغيرها. يا أخي شوف، كحساب الوضع احنا أمام وضع مستعجل جدا، ويجب أن نكون حذرين من نتناول هذا الوضع المستعجل والخطير جدا من عدم الالتفات إلى يعني نختلف في بعض المواقف السابقة ما دام أننا متفقين على خطورة الوضع. خلينا نعالج خطورة الوضع الآن. يعني الآن نحن متفقون على أن الوضع خطير جدا، يا ريت أننا نتفق على الأسباب، ولو بعضنا كان مخطئ ربما أو كانت النظرة نتاعو غير مكتملة. ولكن الآن لو أي جزائري يقول نعم نحن في وضع خطير، ونعم الخطورة هو هذا النظام القائم، ويجب أن نغير هذا الوضع بصفة مستعجلة وبطريقة صحيحة حتى نتفادى الانفجار، هذا يكون شيء إيجابي. ولكن ما هو الداعي؟ طيب، ابقى معنا أستاذ صالح دبوز، انضم إلينا في النقاش شريف صابر المكلف بالإعلام في جيل جديد. شريف صابر، ما رأيك؟ درك الوطني يحذر من الغليان الاجتماعي، لويزة حنون تذهب بعيدا تتحدث أن البلاد كأنها أشبه في حرب، وحالتها تشبه الحرب، وأنه تحذر من انفجار اجتماعي تراه وشيكا. مساء النور للإخوة الكرام، مساء النور لكل الضيوف. حقيقة التقرير اللي قام به الدرك الوطني مؤخرا ما هو شيء جديد على المعارضة، ما هو شيء جديد على جيل جديد، لأنه المتبصر في واقع الجزائر
اللي نعيش فيها اليوم يشوف يعني بوضوح حالة التململ وحالة التذمر الشعبي اللي راه يعيش فيها المواطن الجزائري. هذه نقطة. هناك نقطة ثانية من 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 المفيد الذكر بأنه الجزائر تعيش حالة من الانهيار الأخلاقي. يعني الجزائر بعد ما عاشت حالة أمنية يعني قاسية وحالة من في سنوات التسعينيات دخلها في مرحلة أخرى واللي هي مرحلة الفساد المعمم وحالات يعني اللا عقاب وحالات يعني الهروب من العدالة وحالات من سرقة الشعب. اليوم الجزائري أصبح لا يحترم الدولة، أصبح لا يحترم السلطة السياسية، أصبح لا يحترم حكامه، وبالتالي الجزائري أصبح لا يعطي أي احترام لهذه السلطة السياسية، وبالتالي هناك انهيار أخلاقي وهناك انهيار تام لسلم الأخلاق في الجزائر. وعلى المواطن الجزائري أصبح المؤسسة الوحيدة التي يتجه إليها من أجل التعبير على المشاكل والتعبير على ما يحتاج يعني في حياته اليومية هو الشارع. يعني ما بقاتش فيه مؤسسات يعني توجه لها المواطن، ما بقاتش فيه عدالة، ما بقاتش فيه مجالس محلية، ما بقاتش فيه مجالس منتخبة، يعني كل شيء مبني على غلط. وبالتالي المواطن الجزائري أصبحت له طريقة بكل بساطة من أجل التعبير على مشاكله، وهذه الاحتجاجات اللي أعتقد بأنه لحقت لي أكثر من 14,000 حالة و 14,000 احتجاج. نذكر بأنه في عز سنوات الربيع العربي كما يقال في سنة 2012 ولا 2011 كانت 10,000، يعني بعد 6 سنوات الرقم ارتفع ب 4,000 حالة، وهذا دليل واضح على أن الجزائر تعيش حالة من التململ وحالة من التذمر الشعبي، وهذه الحالة هي اللي راح تدينا إلى أمور خطيرة، والوحيد اللي راح يتحمل مسؤولية هذه الأمور الخطيرة راح تصير في الجزائر هو النظام السياسي الحالي. طيب يبقى معنا شريف صابر، سليم حمادي الأكاديمي الباحث في الشؤون الأمنية ينضموا إلينا. سليم حمادي، أبعاد ودلالات هذا التقرير من الدرك الوطني، صحيفة الخبر تقول لأول مرة في بيان علني الدرك يحذر، وهو هيئة أمنية مهمة في الجزائر، يحذر من الغليان الاجتماعي. أسمع جيدا السؤال. سليم حمادي، كنت أسألك من ناحية أبعاد ودلالات، لأول مرة صحيفة الخبر تقول أن الدرك الوطني يحذر في بيان علني من خطورة الأوضاع الاجتماعية من الغليان الاجتماعي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على الاستضافة وتحية للمشاهدين المغاربية أينما كانوا ولضيوف الكرام في الاستوديو. فيما يتعلق بالجبهة الداخلية والغليان الموجود، يعني هو ناتج بطبيعة الحال عن نوع من ربما لغياب نوع من العدالة التوزيعية وضعف في بعض المؤسسات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأرقام يعني عندما تصدر من هيئة نظامية رسمية هي أرقام حقيقية لا يمكن العبث بها، وعندما تكون هذه الأرقام التي تفضلتم وتحدثتم بها نقلا عن جريدة الخبر وإن صحت بطبيعة الحال أنا لم أطلع عليها، فذلك يعني أن هناك مؤشر لأن الأمن المجتمعي أصبح مهدد، وبالتالي أمن الدولة أصبح مهدد، خاصة عندما تكون هذه الأرقام وتنعكس على الواقع، فإننا سنجد في يعني بعد ما تم نشره أو على الأقل في القريب أو في زمن معين محدد ستتطور هذه الظواهر الاحتجاجية وستأخذ منعرجا إن لم يتم يعني ضبطها بأدوات يعني قانونية وأدوات سياسية ومخرجات يعني طبيعية، أيضا تتحول إلى مشكلة أمنية حقيقية. يعني المشكلة الأمنية ليس بالضرورة مرتبطة بالسلاح ولكن أمنية مجتمعية، والعود أحد مشاهدها بطلاقة. هل في اعتقادك الأمن ربما الدرك الوطني بشكل خاص إن هو في الواجهة هو نوع كذلك يعني كما تقول الخبر مرة أخرى مصدرنا الخبر أنه لأول مرة بشكل علني يحذر، هل هو نوع من إبراء الذمة يعني تحميل مسؤولية للسلطات، تحذير للسلطات السياسية، لأنه في النهاية من يواجه هم الجزائري ولا الشعب يواجهون غليان الاجتماعي لإخوانهم الجزائريين؟
بطبيعة الحال لا شك أن هؤلاء وطنيون، لا شك أنهم أبناء الجزائر وأبناء وإخوة الجزائريين، ويهمهم مصلحة البلد وأمن البلد، ولا شك في ذلك، ولا أنا ولا غيري يستطيع أن يزايد عليه. لكن أن يحذر على ما أعتقد أن هناك الكثير من التحذيرات، منذ كما تفضل أحد الضيوف كنت أسمع عندما ظننت أنه هناك تحذيرات من عيب حتى من طرف الشرطة وحتى من طرف الأجهزة الأمنية الأخرى التي لديها علاقة بالجبهة الاجتماعية وتقاريرها وما يحدث فيها. يعني هناك تحذيرات للجهات الحاكمة في البلاد أن المجتمع في حالة من التململ، يعني نتاج ظروف نعرفها وتعرفونها أنتم، وبالتالي أعتقد أن بالنسبة لي على الأقل أن هذا التحذير لا يخرج عن السياق العام وأن هو موجود، يعني ليس هو الوحيد الموجود في الساحة الجزائرية أو بالنسبة الذي أو هذا الفعل قام به فقط الضرر. يعني أعتقد هناك تحذيرات في هذا الإطار وتحذيرات متواصلة بشأن بعض يعني بعض الغليان أو بعض التململ، إن صح التعبير حتى أقول غير التململ المجتمعي نتاج ظروف معينة اجتماعية واضحة ومعروفة. ابقى معنا سليم حمادي. محمود راشدي يعود إليك، الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، كيف هو السبيل لتفكيك أو نزع فتيل ما هذه التقارير التي تحذر من بركان وانفجار اجتماعي؟ شوف، يعني الملاحظة حول الأوضاع، يعني ماذا بيا نقول بلي الأوضاع الموجودة في الساحة الاجتماعية في الجبهة الاجتماعية هي في الحقيقة ما تطلبش مزايدات سياسية أو تهويل في غير محله، لأن الأرقام اللي قدمتها الدرك الوطني، أنا أقول لك في 2011 و2012 وحتى 2013 أرقام كانت أكبر. دونك العبرة ليست فقط في الكم نتاع الاحتجاجات ولا، وإنما القضية اليوم هي أن وهذا مازال ما سمعتوش من الضيوف، هو أن الحركة العمالية بهذه الهجمة على المكاسب الاجتماعية نتاع العمال فيما يخص التقاعد، وكما قلت فيما يخص خاصة الخطورة جاية أكبر مع قانون العمل اللي راهو يعني شكاو فيه، يعني رايح يقدموه اللي يمس الحرية النقابية وحق الإضراب، ولكن أيضا يجعل علاقة العمل يعني مؤقتة بصفة طبيعية، ويجعل ساعات العمل أكبر وإلى غير ذلك. كي يقول لك قانون الصحة كاين، يعني الشيء الجديد بالك اللي نشوفه هو بلي بعد الإضرابات العمالية نتاع قطاع النقل شفنا في السكة الحديدية لعدة مرات في الربيع، شفنا طيب عمال لي تيوزا نتاع النقل الحضاري في الجزائر، بعد رانا شفنا موقف تاع المنطقة الصناعية في رويبة ومركب الصناعات الميكانيكية، شفنا حاتم رمل وحاتم سعود للاحتجاجات العمالية، وخاصة يوم 30 جويلية اللي فات كانت فيه أيضا اجتماع اللي ضم أكثر من 16 نقابة مؤقتة لحظروا الدخول اجتماعي من أجل التصدي لهذا الهجمة الليبرالية الرأسمالية اللي تمس بحقوق العمال وبمكاسبنا الاجتماعية. وأيضا في هذه النقطة أن الفيدراليات، كل الفيدراليات تقريبا الاتحاد الآن العمال الجزائريين في جي بي يعني رفضت المواقف نتاع القياده نتاعها في الثلاثيه نتاع 5 جوان والمواقف اللي قراهم، ويعني كاين تجديد في الحركه العماليه والحركه النقابيه، وهذا ما نتمناه، وهذا رانا يعمل، هذا يعتبر بالنسبه لنا عامل نوعي جديد مهم، لانه ونختم يعني هذا الجانب هذا، هو باننا امام هجمة على المستوى الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية. طيب، ولكن من يقوم بهذه الاختيارات الاجتماعية ربما الذي يستمع اوكي يتفق سيد محمود؟ طيب الذي من حرب التحرير اللي ورثناه بالاستقلال، الاستقلال معناتها الجزائر دولة اجتماعية، وهذا ما هو اليوم يعني يراد القضاء عليه، وهذا يعني تاريخيا يؤشر فعلا ب لابد من ردة فعل عمالية، لابد من ردة فعل اجتماعية، ولا
لكن المسألة ليست في حسب رأيي، ليست في هل الانفجار يكون هكذا وهكذا وفي التاريخ، وهذه أمور من في بعض الأحيان تكون فيها مجايدات لا مجال لي على الأقل أن أخوض فيها. طيب. وإنما أنا أقول أننا أمام هذه الهجمة الليبرالية. طيب، ولكن شوفوا الجرنان البارح، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يعطوا في نفس الوطة اللي راه يطبق فيها الحكومة شيئا فشيئا، خاصة فيما يخص مثلا لي سيبونسيون التدعيمات نتاع الأسعار نتاع كذا، باغيين يقضيوا عليها. يعني هذا الشيء هذايا ما يقدرش ما يؤديش إلى الانفجار، لما نشوف أن القدرة الشرائية في الجزائر هي أصلا متدهورة، يعني رغم الزيادات هذوك اللي صراو بعد 2011 والى اخره، يعني ما جبرناش كما احنا نقولوا ما استدركناش القدره الشرائيه نتاع اللي كانت عندنا عندها 20 سنه. دونك يعني نحن امام هذا امام هذا يعني التفاقم الذي لا بد ان يؤدي، وحنا في حزب العمال الاشتراكي السياسي يعني نعمل مع كل التيارات، وقلت لك مقبل يعني النادي وفي كونفرجنس توافق طيب. ديمقراطي من اجل دفاع الحريه الديمقراطيه، وايضا معادل للليبراليه والاختيار الليبراليه، ومعادل للضغوطات هذه الامبرياليه الى اخره، لان فيها ضغوطات ايضا حقيقه فعلا. الجزائر يعني راهي ايضا تواجه فيها الضغوطات. طيب. ولكن الشيء الاساسي هو ان الدوله والسلطه والنظام في الجزائر بهذه السياسات وبهذه المواقف المعاديه للديمقراطيه والمعاديه للاختيارات الاجتماعيه الى اخره، هو يتناقض مع الخطاب اليومي اللي قدمونا فيه اللي قدمونا، واللي يقول لازم نبنوا جبهه داخليه، ولازم واحد يقول الجدار الوطني، واحد يقول يعني هذا متناقض تماما، لان الجبهه الداخليه ويعني باش الشعب الجزائري يكون يعني واقف على رجليه ورفع راسه باش يدافع على ما كسبه لازم يكون حر. طيب، شكرا جزيلا لك محمود راشدي الامين العام لحزب العمال الاشتراكي. الوقت يضغط علينا شريف صابر، اعود اليك. ما هي المقاربة الافضل لتجنب يعني بالتاريخ الجزائري كي لا يتكرر التاريخ؟ يعني استاذ صالح دبوز كان يتحدث ويحذر من يعني ان يكرر التاريخ نفسه، 88 وانفجارات 88 والمآلات التي غرقت فيها الجزائر بعد ذلك. على كل حال، جيل جديد يعتقد بكل بساطة أنه لا مناص من انتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر. جيل جديد يرى بأنه الحل هو في أكثر ديمقراطية، الحل في أكثر حريات فردية وجماعية. الممارسات اللي مارس فيها النظام الحالي هي التي ستزيد الطين بلة. يعني لما نشوفه أنه مثلا هناك تضايقات ومضايقات في العديد من المستويات. على المستوى الإعلامي شفنا حلقة يعني أزمة جريدة الخبر، وكيفاش عانت من بطش السلطة السياسية، والكل تابع هذا المسلسل الدرامي والأليم عرض له الصحافة في الجزائر. لما نشوفوا أيضا المتابعات القضائية في حق الحقوقيين، والسي صالح دبوز راهو اعتبروا ضحية يعني لهذا النظام السياسي يعني والتحرشات اللي يتعرض لها. النظام السياسي لا ينوي أبدا أن يتقدم في مجال الحريات، بل يسعى إلى التشبث بالسلطة السياسية، يسعى إلى حفظ المصالح، يسعى إلى تكريس الرداءة في الجزائر على كل المستويات. وعليه نحن في جيل جديد نناضل وسنناضل دائما من أجل أن ننتقل بالجزائر من هذه الحالة، حالة الجمود وحالة الانكسار وحالة الهوان، إلى حالة من الديمقراطية، إلى حالة من الحريات، إلى حالة من انتقال الديمقراطي الحقيقي. شكرا جزيلا لك شريف صابر المكلف بالإعلام في جيل جديد. سليم حمادي، في الأخير ما رأيك؟ كيف هو السبيل لتفكيك أي فتيل لأي انفجار اجتماعي، مع تحذير يعني مهم من هيئة أمنية مهمة في الجزائر بصوت علني تحذر من مخاطر مآلات الوضع في البلاد؟ السيد الكريم، ربما أن بعض المصطلحات المستعملة أنا فقط برأيي البسيط، انفجار اجتماعي وغيرها، يعني اعتقد برايي انه فيها نوع من التهويل، لان كلمه انفجار اجتماعي هذه تحتاج الى وقت لضبطها وغيره. طيب، ولكن يعني هذه المصطلحات يعني ما دير سليم حمادي لو سمحت لي، هذه ليس اختراقا، يعني زعيمه حزب
لويزا حنون تقول انفجار اجتماعي وشيك. لويزا حنون التي كانت مع السلطة البارح فقط اليوم تقول يعني هذه ليس يعني اختراعا من استعمل هذا التعبير يعني الدرك الوطني وتقريره صحيفة الخبر هي التي تتحدث عن تحذر من بركان شعبي حتى كما وصفه. نعم هناك مشاكل كثيرة ولست متحدث بلسان السلطة واحترامي الكبير للسيدة لويزا حنون واحترامي لجريدة الخبر الموقرة، لكن نحن نتحدث عن حلول. سأقول لك ما أعتقده حلول. نحن الآن أمام هذه المشاكل العويصة والكثيرة وهذا الاحتقان كما سميته أو هذا لفك فتيل هذا، علينا أن نتحدث عن خطاب براغماتي بين الطرفين لا تشارك فيه السلطة أو أطراف السلطة فقط وإنما الجميع معني به. نحن أمام وضع يحتاج إلى برامج سياسية واقتصادية حقيقية تشارك فيها الأطراف الذي سواء كان في المعارضة أو في السلطة، وبالتالي الحديث واتهام أو الاتهام المضاد يعني هذا أمر أبنى عليه دائما في بين المعارضة والسياسة، والخطابات التخوينية والخطابات المضادة يعني لا 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 تقدم الحلول، بل الذي يتحدث سواء من السلطة أو المعارضة عليه أن يقدم لهذا الشعب الذي ربما عانى من الكثير من المشاكل المجتمعية آخرها هذه مظاهر العنف التي ننام ونستيقظ عليها للأسف الشديد، لم تكن من طبيعة الجزائر هذا العنف، يعني عليه أن يقدم حلولا تتمثل في برامج واقعية، خطاب براغماتي أكثر طيب. من ذلك يعتبر مزايدة. طيب هل قد تقول المعارضة ربما أنه يعني المزايدة أنه وضعها على قدم المساواة مع السلطة، السلطة التي في يديها الأموال في يديها الأمن وفي يديها كل شيء، لماذا يعني كأنه تساوي بين السلطة والمعارضة؟ أنا لم أقل أن المعارضة تزايد، احترامي لكل المعارضة دون استثناء، ولم أقل أيضا أن السلطة ليست لديها أخطاء، ولم أقل أن لا توجد مشاكل، لكن أنا أتحدث برأي على الجميع أن يجد مشروع وطني بأبعاد سياسية والاقتصادية والاجتماعية ليقدمونه للمجتمع، وبالتالي أن هذا المشروع يتأتى من أطراف داخل المعارضة نفسها وداخل السلطة نفسها. شكرا جزيلا لك سليم حمادي الأكاديمي الباحث في الشؤون الأمنية. صالح دبوس خلاصة للنقاش ما رأيك؟ وكنت تستمع مقاربة سليم حمادي يقول البراغماتية يجب أن تكون هي المقاربة الأفضل. على كل حال أنا لا أرى أن الوضع يستدعي عواطف أو كلام جميل أو برنامج مرضي لطرف أو لطرف آخر، ولا يغضب ما يجوع الراعي أو ما يجوع الذيب ما يغضب الراعي إلى آخره. الأمر يتطلب واقعية، هناك أمر خطير، والأمر الخطير يتطلب يعني تدخل صارم، وتدخل صارم من نخبة يدعمها الشعب تقترح بكل صدق حل صحيح. والسلطة أنا أقول هذا نظري الخاصة تاعي التي أثبتت سوء نية منذ على الأقل 88 إلى اليوم هي تتعامل باستخفاف مع الشعب ومع المعارضة. هذه السلطة يجب أن توضع، ونتفق جميعا يجب أن توضع موضع المتهم وليس موضع الشريك، هي التي أوصلت البلد إلى هذه الحالة ويجب أن تتحمل مسؤوليتها، والنخب والشعب يجب أن يساعدوا هذه السلطة على الذهاب، تروح البلاصة واحدة أخرى ويخلونا ننظم المجتمع بطريقة صحيحة. هذه ليست براغماتية، هذه واقعية. نشوفوا تونس، أنا أنصح الإخوة ما يشوفوش ليبيا وسوريا والدول الأخرى اللي صارت فيها أمور لأسباب نحن يمكن أن نعرفها أو لا نعرفها. نشوفوا تونس، التونس هناك نخب تحملت المسؤولية تاعها ودعمها الشعب وفرضت تصحيح الوضع على السلطة، والسلطة ادت الطيارة وهربت وتصحح الوضع، والآن راهم يبنيوا في بلد محترم ونحييهم من هذا المكان. هكذا تحل الأزمات، مناش في وضع تاع بعض المشاكل الخفيفة وبعض التوجيهات التي يمكن أن نقدموا لها الحلول الترقيعية. شوفوا الحزمة تاع القوانين اللي راهي تنتجها السلطة يا أخي، السلطة راهي تصر على 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 تزوير الانتخابات وتقصي كل الناس وراهي تخرج لنا. ولكن لما لا يعطى فرصة بحسب مقاربة سليم حمادي، وهناك من يشاطره الرأي أنه
يجب ان يكون الخطاب براغماتي، لانه هناك وضع اجتماعي خطير، اوكي هناك وقع اقتصادي خطير، هناك وضع عالمي جيوستراتيجي خطير، ولا يجب بلد بحجم الجزائر ما شاء الله بعيد الشر انه ومعاد الله انه ربما ينزلق اليه. هل يمكن يعني التفاؤل بمقاربه من السلطه ربما لمنع تكرار ما كنت تقوله 88؟ نعم نعم، شوف البلدان التي انزلقت هي البلدان التي لم يستطع المجتمع المدني والنخب والشعب ان يصححوا الوضع، هي البلدان التي تعنتت فيها السلطه في الموقف تاعها الى انفجر الوضع. واش يعني تشوف انت مثلا سوريا هاو قاعدين يديروا في الديكتاتوريه كل حياتهم وراهم قاعدين يقتلوا في الشعب تاعهم ما حبوش يروحوا. ليبيا نفس الشيء، ما حتى قتلوا القدافي ودخلوا في الكاو. انا رانا نقولوا نديروا الوضع كيما تونس، ما نخلوش هذه السلطات تدينا الى الجحيم، والسلطه لا تريد ان تستمع. يعني واش ماذا هل يمكن ان تعيد الاوضاع الاقتصاديه حسابات السلطه وتفرض واقعا جديدا؟ يعني حتى صندوق النقد الدولي برغم توصياته الامبرياليه كما كان يصفها محمود راشدي ربما قال انه بامكان السلطه والجزائر على الاقل انقاذ الاوضاع، ويعني ان تاخذ افاقا اكثر رحابه وليس بالضروره قاتمه. السلطة هناك شرط أساسي يجب أن يتوفر في السلطة حتى نسير في هذا الاتجاه، وهو لا فولونتي بوليتيك، الرغبة السياسية غير متوفرة. هذه الرغبة السياسية لا نستقرئها من خطابات ومن وعود الكاذبة، نستقرئها من إنتاج القوانين. ماذا تنتج لنا هذه السلطة من قوانين؟ هي تنتج قوانين مضيقة. راك تشوف طيب، ولكن أليس 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 تحذير الدرك الوطني، والدرك الوطني طبعا هيئة تابعة للجيش، أليس ربما يمكن له يحمل دلالات بما للجيش من ثقل ودور تاريخي في الجزائر؟ أنا قلت رأيي أن الدرك الوطني وهذه السلطة لما ترى من أدوات اللي عندها أن هناك انفجار وشيك هي تحاول أن تحتويه وتستبق. هذا التحليل أنا أتمسك بهذا التحليل، ولكن مثل ما قال الأخ محمد راشدي أمين العام تاع حزب العمال الاشتراكي، يا أخي السلطة تتعنت في خياراتها التي لا تفيد لا البلد ولا الشعب ولا حتى السلطة، وتتعنت فيها، هي تحضر لقوانين خانقة وراهي تنتج فيها وراهي تمررها بالقوة. كيفاش تحب أنت تروح تتحاور مع هذه السلطة؟ هي لا تستمع. يعني لما أي واحد يحب يزيد يطلع صوته تدخلوا للحبس، تدخلوا للسجن بأي وسيلة كانت. لما تكون سلطة متوفرة على رغبة سياسية وتستمع إلى الانتقاد، ما تحللناش المزلج الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي اللي كان يقدم بعض المؤشرات في وقت دنبري، يعني ولو كان شوية ناقص ولكن يعطي بعض المؤشرات نقدروا نشوفوا بها، يحلوه ويغلقوا له فمه ما توريناش الطريق يا خويا، خلينا نديروا واش نحبوا. طيب. هذا أنا لا أتحدث أنا أتحدث بدون أي تعاطفة وبدون حقد وبدون أي شيء، أنا أتحدث نتيجة لتحليل الواقع. أنا أعالج ملفات مثل كان يقول سي محمد طيب. راشدي في ميدان العمال، أنا في القضاء راح نشوف طيب. كوارث كبيرة جدا في القضاء نتيجة لعمي السلطة. شكرا جزيلا لك، للأسف الوقت أدركنا. صالح دبوز رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما نجدد الشكر لطاهر بن بعيبش رئيس حزب فجر الجديد، للأسف الخط انقطع ولم يستطع الزملاء العودة إليه. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.